اول حاجة هنبتدي مع وصفة السمك السلمون بصوص الليمون والاعشاب. علشان نعمل الوصفة عايزين تقريبا 6 قطع سلمون او حسب عدد افراد الاسرة، عايزين معلقة كبيرة زبدة، معلقة كبيرة زيت، ملح وفلفل. الصوص هتكون عبارة عن معلقة صغيرة زبدة، 2 فص ثوم مفروم، 1 كوب كريمة، 1 معلقة كبيرة شبت مفروم، 1 معلقة كبيرة بقدونس، 1 معلقة كبيرة كزبرة خضراء، 3 معالق كبيرة ليمون، ومعلقة صغيرة ليمون مبشور، ملح وفلفل. وللتقديم بقى كده شوية خضار ورز. أنا هعمله في الفرن. فعملت إيه؟ أنا جبت صينية دهنتها بس بشوية زيت، ممكن زيت زيتون، شوية بس صغيرين جدا يدوب بس مسحة، وحطيت السلمون فيها ودخلته الفرن. السلمون بيخش الفرن على أعلى درجة حرارة ولمدة 20 دقيقة فقط، بس أعلى درجة حرارة. ولازم لما نيجي ندخل السلمون يكون الفرن سخن، يعني مش ما يكونش دافي، فيكون سخن وأعلى درجة حرارة لمدة 20 دقيقة فقط. فهناخد الصينية بتاعتنا، نحط لها شوية زيت، وهناخد السلمون اللي عندنا وانا بحب الجلد يفضل موجود لانه بيحمي السلمون. فهناخد دلوقتي بس شوية ملح بالايد التانية بقى عشان ما نوسخش الدنيا، شوية ملح، شوية فلفل فقط لا غير. هناخد بقى السلمون زي ما اتفقنا، وعلى الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة على أعلى درجة حرارة زي ما اتفقنا. خلاص كده ده احنا خلصنا منه. هناخد بقى دلوقتي الصوص بتاعتنا، عايزين نحط حاجات على النار، نسخن الكزرونة، هنحط الزبدة، معلقة صغيرة بس مش أكتر لأن في كريمة في الموضوع، فهنحط بس معلقة صغيرة. عندنا بقى هنا الثوم. الوصفة دي بتنفع مع حاجات تانية كتير، يعني بتنفع مع الجمبري، بتنفع مع سمك عادي، وكمان ممكن تنفع مع حاجات تانية مش أسماك. يعني هي الصوص لذيذة وطعمها بيبقى حلو قوي. حطينا دلوقتي الثوم، بس تقليبتين، مش عايزين الثوم يتغير لونه. نحط بقى الكريمة. حسيتوا الكريمة تخنت لان لما نحط الليمون دلوقتي، لو الليمون طبيعي الكريمة هتتخن. طيب دلوقتي زي ما اتفقنا لما نيجي نحط الليمون، ده شكله ليمون ازايز فمش هيتخن، هتفضل الصوص زي ما هي. نحطه ولا نحط ليمون طبيعي ونتخنها؟ لا نحط ليمون طبيعي، ممكن نحط ليمون طبيعي، نحطه في الاخر. دلوقتي هنحط شوية كل بقى الخضرة اللي احنا عايزين نحطها، كزبرة وبقدونس والشبت بالذات. طبعا الشبت دايما بيليق على السمك وبالذات السلمون، يعني بالذات الصوص بتاعت السلمون مع الشبت تطلع حلوة جدا جدا جدا. دلوقتي هناخد بقى الليمون ونحطه على النار. في لو ما فيش ليمون طبيعي هنسيبه بس على النار لغاية ما يتخن شوية. هنحط بقى ليمون زي ما انتوا عايزين، وهنسيبه على النار شويتين كده. هحط معاه شوية من الليمون المبشور، بيدي نكهة لذيذة قوي، يعني مش مرار بس بيدي كده نكهة حلوة، يعني قبل المرار بشوية فبتبقى حلوة قوي يعني. وهو برضو نوعا ما الصوص ممتازة. خلاص هسيبها بس على النار شوية كده لغاية ما ناخد السمك اللي احنا عايزينه، هو يعني انا بحبه بس اتخن من كده شوية، فهنخليه على النار شوية صغننين خالص.
نزل التردد الجديد 11785. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.